أهلا وسهلا بكم في حوار فرانس 24، حلقة خاصة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق 18 من ديسمبر كل عام. يسعدني أن أستضيف فيه أحد أهم الأكاديميين المتخصصين في اللغة والمعاجم، أستاذ المعاجم وتاريخ اللغة الفرنسية في جامعة سيرجي بونتواز، الكاتب والباحث المعجمي جون بريفو. أهلا وسهلا بك في على قناة فرانس 24. شكرا. طبعا أنت هنا لتحدثنا عن كتابك الشيق في الحقيقة، Nos ancêtres les Arabes، أجدادنا العرب، Ce que notre langue leur doit، ما تدين لغتنا لهم به. العنوان جون بريفو أجدادنا العرب إحالة مباشرة على العبارة الشهيرة في المقررات الدراسية الفرنسية، Nos ancêtres les Gaulois، أجدادنا الغاليين. عنوان مستفز شيئا ما، هل عن سبق إصرار وترصد؟ بشكل من الأشكال يمكن أن نعتبر الأمر كذلك، والغاية هي التذكير بأن العبارة أسلافنا الغاليون يجب أن توضع في سياق، وهذا السياق يشمل اللغة العربية. صاحب هذه العبارة هو إرنست لافيس، أجدادنا الغاليون، لكننا غالبا ما ننسى أن الغاليين لم يشكلوا أمة، لأنهم لم يكونوا متفقين بينهم، وأنه كان عليهم انتظار الرومان لبناء حضارة. كان هناك تأثير عظيم للعالم العربي والحضارة العربية التي أتاحت لأوروبا أن تستفيق وأن تبلغ نهضتها. من جهة أخرى، كان يقال في القرن السابع عشر إنه من الضروري وجود ثلاثة محاور رئيسية: اللغة اللاتينية والإغريقية والعربية. أعتقد أنه من الجيد أن نذكر من خلال كل هذا بأسلافنا العرب. وفي الحقيقة نكتشف بشكل غير متوقع أحيانا أن كثير من المفردات في اللغة الفرنسية أصلها من اللغة العربية، حتى إن عدد الكلمات العربية في اللغة الفرنسية أكثر أو تأتي في المرتبة الثالثة بعد الإنجليزية والإنجليزية، وأيضا على الأرجح الإيطالية متقدمة على البرتغالية والإسبانية. كيف نفسر ذلك؟ أؤكد هذا. في الحقيقة هناك ستة مداخل غذت بشكل مستمر اللغة الفرنسية بكلمات أو مصطلحات عربية. المدخل الأول الحروب الصليبية التي كانت محطة اكتشاف حضارة نقية وطرق تجارية لم نكن نعرفها من قبل في الشرق الأقصى. المدخل الثاني الفتوحات العربية في إسبانيا التي أتاحت اكتشاف مؤسسة عريقة، وهي فتوحات تمت قيادتها ببراعة كما هو الحال مع حملة الرومان والتي كانت تحظى باحترام شديد. المدخل الثالث، وهنا بدأ سيل الكلمات، يتعلق بالمنهل العلمي من خلال أعمال ابن سينا وابن رشد وقرطبة. وردت إلينا العديد من الكلمات مثل الحساب، الجبر وكلمات أخرى. ثم جاء المدخل التجاري وكل ما يتعلق بالمنتوجات والزراعة والعطور التي لم نكن نعرفها من قبل كالبرتقال. المدخل الاستعماري عبر الحروب ثم حملات إنهاء الاستعمار، وهنا جاءت كلمات أخرى لا تقل أهمية كالبارود، والفرنسيون لا يعرفون أن عبارة بارود دونور، بارود الشرف، قادمة من اللغة العربية. كلمة بارود. نعم، وقد جاءتنا كلمات أخرى مثل بلاد، ولا يعرف الفرنسيون أنها كلمة من أصل عربي، ومع إنهاء الاستعمار جاءت فنون الطبخ بطبيعة الحال. أما المدخل السادس فهو الراب. وأنت تتحدث عن الطبخ وعن الأكل، لاحظت أن كثير من المفردات في اللغة الفرنسية في مجال الطبخ والأكل والشراب أصلها عربي. لو طلبنا منك أن تقترح علينا جون بريفو وجبة بالفرنسية أصلها كلها كلمات عربية 100% كاملة، طبق رئيسي، مقبلات، طبق رئيسي، تحلية، والقهوة طبعا، ماذا ستقترح؟ بكل سرور، والفرنسيون لا يعرفون ذلك. فحين نتحدث عن الشراب فهم يتناولون الليمونادة وشراب البرتقال المحلى أو السيرو، وهي كلمات عربية. أما بالنسبة إلى الكحول فالكحول يعني هنا التقطير، ولا نعني به كحول الخمر، ولكن في النهاية هي كلمة من أصل عربي. أما المقبلات يمكنهم أن يتناولوا حساء اليقطين أو شوربة الخرشوف أو بطيخا. الطبق الرئيسي يمكنهم تناول السبانخ
أو الباذنجان أو الطرخون. فيما يتعلق بالتحلية يمكن أن نقترح عليهم سلطة البرتقال، ولما لا السوربي الشراب المثلج. نحن إذن أمام كلمات من أصل عربي، وفي النهاية بطبيعة الحال القهوة. قهوة. شهيتنا في الحقيقة لتناول كل هذه الأطباق الجميلة العابرة للغات. مؤخرا جون بريفو، كان هناك جدل في فرنسا بعد قرار الحكومة تدريس اللغة العربية في المؤسسات التعليمية، وكان هناك جدل أيضا حول كاتب من أصول جزائرية أكلي تاجر، الذي رفض تلاميذ في إحدى الثانويات شمال فرنسا دراسة روايته لو بورتور دو كارتاب الحامل الحقيبة، لأنها تتضمن كلمات بالعربية ولأن أسماء شخصياتها عربية. أدعوك في البداية لكي نستمع إلى رد فعل أكلي تاجر حول هذا ما جرى لروايته حامل الحقيبة، ونعود لنعلق عليه. قسم من التلاميذ يرفضون روايتك لأن اسمك لا يعجبهم ولأن حرب الجزائر أمر لا يعنيهم. هناك كلمات عربية، وهناك من رفضوا أن يلفظوا اسم إحدى شخصيات الرواية المدعو مسعود، وهذا ربما ما أثار صدمتي. الأدب كان ثروة بالنسبة إلي، من المهم أن نقرأ لأن هذا يفتح آفاقاً جديدة، نكتشف ثقافات جديدة وشخصيات جديدة وأنماط تفكير مختلفة، وهذا يساعدنا في تحسين كتابتنا وزيادة ثروتنا اللغوية. إذن الكاتب أكلي تاجر، في تصريح خاص به الزميلين كريم يحيوي ومحمد فرحات، جون بريفو استمعت إليه، ماذا تقول لتلاميذ هذه الثانوية؟ أعتقد أنهم يحرمون أنفسهم من عدة أشياء، وإذا كانوا يريدون حذف كل الكلمات العربية من اللغة الفرنسية فلن يتمكنوا من استخدام كلمة جاسما أو ليلا، وبالتالي فهم ينسون أيضاً أن تعلم لغة أجنبية يساعد على فهم لغتهم أكثر، وأن الانفتاح على لغة أخرى كالعربية والإنجليزية يتيح لهم تعلم لغتهم أفضل. الشاعر غوتيه كان يقول إننا نتعلم لغتنا أفضل حين نتعلم لغة أخرى كالعربية والإنجليزية يتيح لهم تعلم لغتهم بشكل أفضل. الشاعر غوتيه كان يقول إننا نتعلم لغتنا أفضل حين نتعلم لغة أخرى. الأمر يحتاج إلى الشرح. غالباً لا أحد يعرف أن اللغة العربية حاضرة في تاريخ اللغات، وكلمات مثل بوتيرون أورانج هي كلمات عالمية من أصل عربي.